المسيح كان يحب الجميع، كان بحب اليهود، كان بحب الأمم، حتى مدح قائد الرومان، قائد المئة الروماني، إنه حتى في إسرائيل لم يجد إيمان مثل إيمان هذا الشخص. فإذن أحبائي، كل هذه المجموعات كان المسيح يتعامل معها بحكمة بقوة، وكانت تنبهر من تعاليم المسيح ومن معجزات المسيح، كانت تنجذب إلى النور، إلى يسوع المسيح. مشان هيك بتقرأ عن أعداد غفيرة كانت بتزدحم حول المسيح، سواء في كفرنحوم أو في عزته الشهيرة على الجبل أو في إشباع الآلاف في نفس المنطقة، لأنه كانوا منجذبين لهذا الشخص اللي قدم تعاليم فريدة، تعاليم سماوية، جاء بفكر جديد عميق بتفسير روحي للشريعة اللي بتغير الإنسان من القلب والكيان داخلياً فينعكس إلى الخارج. بصلي إنك أنت كمان تتبارك وتنجذب في شخصية وهوية يسوع المسيح.